صباح الخير، انا اسمي الدكتور سيد محمد الابار عبد المقصود، استشاري النساء والتوليد، زميل الكليه الملكيه بلندن. يسعدني اتكلم على خطا شائع بيحصل بيننا وبين العيانين بتوعنا في مصر الحوامل، ان اول ما يحصل ان الست الفاضله تبقى حامل تبطل تماما اي اكسرسايز، وحتى بعضهن بيصلي على كرسي. انا مش فاهم ليه بيحصل كده. الحمل ده هي حاجه وظيفيه، وفي كل العالم كله في حاجه اسمها ايروبيك كلاسز، يعني وهي حامل بتنزل بسين، بتمشي في التراك، بتعمل اكسرسايز، بحيث الوزن مبقاش اوفر وبتزيد في الوزن ويجيب لها اكتئاب. فانا بتمنى من الله ان كل الحوامل عندنا اول ما يحصل حمل معاهم يستشيروا طبيب النساء والتوليد في النزول للبسين، في عمل اكسرسايز. تاني حاجه مهمه جدا التغذيه. بعض الامهات تقول لبناتهم او ما يحصل لهم حمل كل ده انت حامل فكل ليكي ولابنك، فده خطا شائع. ايضا اتمنى التغذيه تكون يعني مليئه بالبروتينات واللحوم والاسماك والفواكه والخضروات واللبن والجبنه والزبادي والبيض، ونقلل تماما من النشويات والحلويات والشيبسي والبيبسي والشوكولاته، لان احنا عايزين الام الحامل يجي لها حاجات مغذيه ولا تساعد على زياده الوزن المفرطه اللي هي سبب اكيد من وجود اكتئاب لبعض البنات بعد الحمل. شكرا.